السلام عليكم. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اليوم يا جماعة الجمعة التاريخ 30، والساعة حاليا الساعة 9 صبح، فالحمد لله رب العالمين صحينا على خير. لا أنا بالنسبة لي بصراحة الليلة اللي قلت لها، وأنا كمان الليلة كمان صار خبط صار ضرب الليلة، صار قصف ثلاث مرات حتى ورا بعض، صح؟ صح، ما هذا من الزوارق البحرية يا جماعة، صح. كانت تضرب الليلة، هو يمكن وجه الصبح تقريباً نعم. الأربعة صحيت الليلة على صوت البحر، كان عالي كتير، يبدو أنه الموج كان عالي. أنا ما قدرت أني أطلع أشوف البحر بسبب التعب اللي تعبته أمبارح في الحمام، الله يكرمكم. من كتر التعب اللي تعبته رجلي من هان، رجلي هاي المنطقة كانت شد علي، كنت تعبان كتير من رجلي التنتين. المهم انه انجزنا في الحمام، الله يكرمكم. هو لسه ما خلصناهوش، انتو شفتوا في المقطع اللي فات لسه بده شغل، بس ولكن ايش الشغل اللي ضايل خفيف كتير، يعني مش كتير. المهم اليوم جايانا مبادرة من اهل الكويت، فاعل خير بالكويت بعتنا مبادرة نوزعها على النازحين في القطاع. ان شاء الله ربنا يجزي الخير ويحفظن حسنات، ان شاء الله دائما وابدا ربنا يقدروا على فعل الخير، اللهم امين، وربنا يحفظ ويحفظ احباب يا رب. فالناس ان شاء الله كتير كتير حتكون مبسوطة لانهم هم بامس الحاجة للمساعدات المادية. نعم. انه مش عارف ايش احكي لكم، فيش شغل نهائيا. الناس زي محمد ضلوا قاعد بالخيمة، عند الناس زي هيك ضلهم قاعدين بالخيمة، عند الناس ما في عمل، ما في عمل نهائياً. نعم، فبيفرحوا على ابسط الاشياء اذا اجتهم، فبحسوها كتير كتير كبيرة. نعم. مالك يا قلبوشتي؟ ايش في؟ مالك مش قادرة تقف؟ ايش في؟ عطشانة، المية خلصت من عندنا وهينا بدنا نعبي الخرطوم برا جاهز، بس المية دور. كمان احنا الحمد لله رب العالمين المكان اللي احنا فيه وصلهم كتير كتير اسر فيه نازحين وضعهم كتير سيء، فوصلوا الحمد لله مية من فاعل خير، كمان من اهل الخير بتيجي مية حلوة عشان الناس تشرب، هو بيجي يوم بعد يوم. يعني ما شاء الله هذه حاجة حلوة كتير. ناس ما بتقدر تشتري المية لأنه سعرها غالي، يعني المطرة 10 لتر بتنباع ب2 شيكل، وما حدا بيقدر أنه يشتري مطرة مية 10 لتر ب2 شيكل. ولو تيجي لمطرة واحدة عادي بيتحطوا وبيشتروا، أو مطرتين عادي يعني ب4 شيكل بيشتروا، ما بتكفيهم أصلا، واحد وإيش دولار بيشتروا، ولكن هم ما بتكفيهم لا مطرة ولا مطرتين. يعني مثلا أنا ومحمد والبنات بدنا كل يوم 4 مطرات 5، نعم، بدنا نطبخ بدنا ناكل نشرب، فبصراحة دوبهم ما بكفوا، ما بكفوا. فهم زي هيك يعني، ما في عمل وما في شغل وما في مساعدات، وكمان يشتروا المية شرية، فهذا الموضوع صعب كتير عليهم. الحمد لله ربنا بعت لهم أهل الخير اللي يجيبوا لهم المية ويوفروا لهم إياها، وإحنا كمان من ضمنهم بنعبي من هاي المية. نعم صحيح. فهلقيت إن شاء الله خلصت من عندنا بصراحة، وهلقيت من العبي ونشرب قلبوشتي لأنها شوية بدي مية. وصح كمان ما بدي أنسى أحكي لكم إنه كمان هذا المتبرع كمان متبرع كمان لفرن الطينة. أغلب الناس عندها أكياس طحين، ولكن صعب إنها تخبز قصة ما في فرن البحر ما بتزبط، فهو كمان عامل فوق على الشارع مشروع هذا الخبيز اللي مجاني، انه انا اعجن واجهز له الخبز وهو يخبز لي اياه مجانا. نعم. فبرضه هاي الشغله كتير 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 حلوه، ربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب، ويقدركم انتم يا رب، والدال على الخير كفاعله. شكرا كثير لكم، وان شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب. قلبوشتي ايش مالك؟ بخير انت؟ خير؟ مرشحه هي مفلوزه دير بالك. طب يلا بدنا احلى قلب لعيون المتابعين واحلى بوسه، يلا. نفسيتها تعبانه، ايش حال نقول احنا؟ نفسيتك تعبانه. نشوف السن ايش صار فيه، يلا شوف. بسم الله ما شاء الله بيكبر بسرعه قاعد يا لانا. ان شاء الله اذا رحت على السوق ولقيت مرايه اشتري لنا. اكيد ان شاء الله ان شاء الله. وهذا معجن الغسيل اللي بدنا نغسل فيه كمان اشتري لنا واحد. حاضر ولا يهمك ان شاء الله رب العالمين. لقيتها بدنا نشرب كاسه شاي او كابتشينو حاجه هيك نمسح ريقنا فيها ان شاء الله. تشمل الطويل اللي زي هيك بدها كابتشينو زيك. المهم انت صحصحتي هلقيت؟ صح. طب ورجيني احلى قلب واحلى بوسه يلا. الكوكات الكبوسه
حط لايك واشتركوا في قناة فاس الرجل برضو ناس انا آه. بس انت بتحكيها وانت كسلانة كاهي كسلانة هم بدهم يمرضوا هي وجوليا طول الليل وهم بتحكي انا سمعت جوليا بتكحكح وهي صح. كمان بالليل صحتنا فان شاء الله بدنا ندور لهم على علاج للكحه ضروري ما الكحه اذا تمكنت فيهم بعذبونا تعذيب يعني صح. بالليل بضلهم يكحكحوا ان شاء الله رنا بتغسل الله يعطيك العافيه احنا عاملين منشر هان شايفين وين على بوابة الخيمة هاي بوابة الخيمة جوليا قاعدة على بوابة الخيمة وبتستنى في المية بس تيجي الله يعطيك العافية وين تمتك وراحة في تنشيف محمد أسر خربة الناس خربة تعال عمرنا هاي معاناتنا في المية ولكن الحمد لله ان المية قريبة هنا مش بعيدة يعني من الشارع الحمد لله رب العالمين طبعا هذه مية بنستخدمها للشرب مية الغسيل الجلي التحميم طبعا بنشتريها شرية اما هاي كلها للطبيخ للمية الشرب بس الحمد لله رب العالمين هيك احنا صرنا جاهزين عشان ان شاء الله نبلش في مبادرة المساعدة الكويتية للنازحين في قطاع غزة المساعدة عبارة عن 100 شيكل طبعا انتو بتسألوا 100 شيكل ايش بتعمل للنازحين بما انه الاسعار غالية احنا راح نروح على الخدرج ان شاء الله ونحكي له شو ممكن نعمل طبخات بال 100 شيكل وانتو حتسمعوا من الخدرج نفسه شو راح تعمل 100 شيكل ان شاء الله ربنا يتقبل من المتبرع فعل الخير من الكويت خالص الأعمال الله بعوضه أفضل وأحسن يا رب والدال على الخير كفاعله وربنا يكتب لنا الأجر ولفاعل الخير من الكويت يا رب ولكل حدا ساهم وتبرع ما بدنا نتأخر خلينا نروح على الخدرج إن شاء الله لأنه اليوم الجمعة عسى ها من الناس اللي بدنا نعطيهم المساعدة إن شاء الله يقدروا يجيبوا أكلة ليوم الجمعة إن شاء الله يلا توكل على الله هاي سوسو وجوليا وقلبوجتي تربالكوا على الخيمة حبايبي ماشي وإحنا يا جماعة طلعين بقلب جو سايبينهم هنا لأنه ما شاء الله عنا جيران ما شاء الله ما شاء الله يعني هذا شغلة كنت خايفة منها صحيح أبكي بكا لأنه إحنا يعني أنتوا بتعرفوا محمد بيطلع بعض أوقات على شغله وظل أنا والبنات هنا ولكن الحمد لله الله رزقنا بجيران الحمد لله والله جيران عسل سكر الحمد لله رب العالمين يعني والله ما بنوصيهم ولكن في أمان هنا الحمد لله رب العالمين البس الكمامة لأنه أنا بصراحة ما بدي حد يعرفني وإن شاء الله ما حدا بيعرف يعني أنا ألبس كمامة كمان؟ وإنت كمان بس ما فيش شيء كمامات أطفال عادي لو أخذ لا 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 يلا خلينا إن شاء الله نتوقع. بتلاقي للكبار وبتشتري يلا توكلنا على الله دير بالكن على الخيمة ماشي ودير بالكن على حالكن الله يرضى عليكن إيش؟ يلا امسكي أجت الطيارة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يلا دير بالكم على حالكم يا بنات ماشي ما بنعرف احنا قديش بدنا وقت ان شاء الله يا ان شاء الله ان شاء الله بنستودع انفسنا لله وبنستودعكم لله ان شاء الله انفسنا لله ان شاء الله ونستودع البنات يا ان شاء الله ونعم زي ما انتم شايفين يا جماعه وصلنا الخدرجي وهلقيت حيبلش محمد يحكي لكم عن الاسعار ويحكي لكم عن التكلفه بالنسبه للطبخات ممكن تكلف الطبخه الاسعار غاليه كثير وانتم شايفين يعني البصه زي ما هي الله يجبر عنا اول حاجه يا رب سبب غلاء الاسعار زي ما انتم شايفين فيش ناس تشتري فراح نتنور عنده ان شاء الله بخصوص الاسعار لو بدنا نعمل طبخه ملوخيه لخمس سبع اشخاص شو ممكن تكلف هي بدها بصل طبعا بدها ليمون بدها خمسه طيب هدول هاي الطبخة مثلا لو بدنا نعمل طبخة ملوخية بدون الدجاج شو ممكن نتكلم؟ اليوم حتكلم ملوخية 10 شيكل الكيلو يعني 20 شيكل 20 شيكل يعني لما بده ياخذ بس عقد طبخة الملوخية عقد طبخة الملوخية تمام اللي هو ليمون بصل فلفل هاي 30 شيكل غير الدجاج تمام يعني 50 شيكل هيك الطبخة كلفات بدون دجاج 50 شيكل بدون دجاج 100% هذه طبخة ملوخية، طب لو بدنا نعمل طبخة بطاطا مثلا كيلو البطاطا اليوم ب 20 شيكل الكيلو الواحد كيلو الواحد يعني بدون كيلو ونص هي
نفس السعر نفس الحاجة. نفس الحاجة الطبخة بتكلف بدون لحمة أو دجاج 50 شيكل. مظبوط هي غير الدجاج واللحم. يعني أنا بالنسبة للصدر الدجاج الكيلو بأربعين شيكل معروف، كيلو الدجاج بعشرين شيكل. عندك أقل طبخة بدها نتشوف يعني المية شيكل ممكن بدهم هم كمان يشتروا خبز لأنه هنا الأغلب بيشتري جاهز يا جماعة. والخبز أقل حاجة 100 شيكل. الخبز معروف من 10 شيكل وممكن أقل. خلاص لما بدك تعمل مقالة كمان أقل حاجة 100 شيكل. أصبح المية شيكل ممكن تعمل وجبة تمام. وجبة لكل عيلة وممكن يأكلوا منها غدا وعشاء بنفس المية شيكل. كويس حسب بس بيقدروش ياخذوا مثلا شويه فاكهه من ضمن ال 100 شيء المره الجايه ان شاء الله يعني ما بينفع. الله الله المستعان وربنا يجبر عنا. ياخذ العافيه حياك الله جماعه. احنا جينا اول حاجه على الراجل اللي استضافنا 3 ايام عنده. هو نازح واستقبلنا عنده 3 ليالي. فاحنا بدنا نشكره على هذا الاشي ولازم نتفقده. هو اول حاجه كونه استقبلنا وتحملنا 3 ليالي عنده، فالله يجازيه الخير وان شاء الله حنبلش في المساعدات من عنده. هم اسرتين. هاي مساعده من الكويت، فللمتبرع بدنا نسمع منك كلمه حلوه. بارك الله. اول شيء الداعم في دوله الكويت كمان فأهل الكويت. نعم. نشكرهم على الجهود اللي بيعملوه مع الشعب الفلسطيني. بارك الله في الداعم وربنا يحفظه ويحفظ اولاده. بارك الله فيك. اللهم امين. حنبلش في توزيع ان شاء الله في المخيم الجديد اللي جينا عليه. احنا عرفنا فيه اسر وضعها سيء جدا. ان شاء الله باقي النهار حنطلع على المخيم اللي كنا احنا متواجدين فيه ونزحوا الناس منه راحوا على مخيم جديد. نعم. ليش عشان الحر. فان شاء الله حنروح على الناس اللي كانوا موجودين في المخيم لاني وعدتهم ان اعطيهم ان شاء الله. نعم. ليش هذا الله ما بنزل عليه بس وجهك حخفي. ماشي يا اختي اقول لك انشر وجهك. لا لا الله يعرم يعني شافنا واحنا بنصور. والله تفضل. هاي مساعده من اهل الكويت. الله يكتر. الله يجبر بخطرك زي ما جبرت خاطر هالولد. يا رب الله يجبر بخطرك. الله يجبر بخطرك للمتبرع. احنا بدنا دعوه للمتبرع. الله يديك ليرضيك ويسعدك يا رب يحل العمل. الله يحفظك. الله يسعدك. يعطيك العافيه. حياك الله. مجرد ما شافونا وسمعوا الراجل الله يعينه ابنه يعني ورجانا جلد ابنه مسلوخ سلخ. الله يكون بالعون. يعني يلا يلا تكفي للعلاج اللي بده يجيبه لابنه. الله المستعان. اول شيء بنشكرهم على دعمهم لأخونا في قطاع غزة وربنا يعطيه طول العمر ويديمه إن شاء الله. اللهم آمين. ونتمنى له التوفيق على طول. اللهم آمين. هاي الأخت مصابة هي وابنها قبل يومين في أحداث في الصواريخ والبخت. تفضلي. بشكره بتمنى له التوفيق وبتمنى له جزاه الله كل خير وإن شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. هي طبعا زي ما انتم شايفين مش قادره تحكي لانه وضعها كثير كثير صعب واصابتها في الراس وابنها زي ما انتم شايفين في الوجه وفي ايده هاي وفي ايده هاي زي ما انتم شايفين. هذا بسبب انفجار صاروخ في المنطقه اللي هم فيها. هم كانوا في مدرسه نازحين. بالضبط. الحمد لله على سلامتكم. ونعم الوكيل. بارك الله فيه والله يرفع له البركه. الله يجبر خاطره يكثر من ماله ويخليه اولاده ربنا. يا رب. مشكورين كثير وبارك الله فيك وربنا يجزيك خير ويجزيك من خير. والله يعرف لمن يبعثوه. الله يسعدك ويسعدنا. يا رب. اللهم امين. الله يعطيك العافيه. هي طبعا هاي الاخت عند زوجها بتر وما بيشتغل نهائيا في رجله في بتر والله يكون بعونهم وربنا يفرج عليهم. يا رب. الله يعطيك العافيه. مشكورين كثير بارك الله فيك. ربنا يتقبل من فاعل الخير من الكويت. نصيبك في كل دعوة من هالأدعية اللي الناس تدعي لك إياها. الله يبارك لك في مالك وعيالك إذا كنت متزوج. يعني أنا الشخص اللي أرسل المصاري والله العظيم ما بعرف إذا كان رجل أو ست متزوج شو وضعه ما بعرف حتى اسمه. فقط بعت الفلوس وقال هاي للنازحين في قطاع غزة والله يعينكم وإن شاء الله النصر لكم وربنا يجزيه الخير ويتقبل منه كل فعل خير هو بيعمل. الله يبارك له يا رب. هاي الخيمة اللي احنا
موجودين فيها حاليا يا جماعه هي يعني حاضنه اربع اسر من الاسر اللي وضعهم صعب وسيء، الله يكون بعون الناس. يعني تخيلوا اربع اسر هم هاجموا تحت القصر ومعهم مش للاغراض هذول، يعني عندهم دبرين حالهم بالعافيه، كان الله بعونهم. هاي الاخت واحده منهم من الاسر الاربعه، هاي مساعده من فاعل خير من الكويت، وقلنا منك دعوه حلوه. شكرا جزيلا لك، بارك الله، بارك الله فيك، وربنا يعطيك حتى يرضيك ان شاء الله في ميزان حسناتك. اللهم امين. شكرا لكم وله، الله يجبر خاطره يا رب، زي ما بريقنا يبرق الكاس من تحت يد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. اللهم امين. عليه افضل الصلاه والسلام. احلى دعوه، بارك الله فيكم، جزاك الله خير الجزاء يا رب. شكرا عليك، والله قتلنا خيركم، والله احنا الواحد محتاجها. الحمد لله، الحمد لله اللي بعت لنا هالنعمه، الحمد لله والشكر لك يا رب. الله فيهم، جزاهم الله وشرف الميزان حسنا يا رب. هيك خلصنا اربع اسر الموجودين في قلب الخيمه، وكان الله بعونهم يا رب، يا رب ويرزق اخونا المتبرع. امين. سلم ايديك يا اخوي، جزاك الله بالخير، والله يرزقك انت واهلك وبلدك، مشكور انت وبلدك واهلك. اللهم بارك الله فيكم، وبارك الله في اللي قدم المساعده هذه في مجال حسناتكم. الله يجزيه الخير ويجزي اهل الكويت بخير. الله محيي اصدقائك. ومشكورين جميعا ان شاء الله، انتم والعاملين عليها. الله يبارك فيك. وانتم مشكورين كمان. حياك الله. انتم بتتعبوا كمان. حياك الله. عندنا راجل عند الله ان شاء الله. هاي كمان الخيمة حاضنة كمان ثلاث أسر. نعم. من الأسر الوضع صعب، كان الله بعونهم. كمان هذول نزحوا احنا بحمد تحت القصر. الله يجبر خاطر ويعطي الصحة. يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب جميعا. يا رب اللهم امين يا رب. نصيبك يا اخوي المتبرع يا رب، اسمعوا النازحين، كان الله والله بتبكي. اه والله جزاك الله كل خير وبارك الله حسناتك. اللهم امين. بارك الله فيك ان شاء الله في ميزان حسناتي يا رب. حاليا يا جماعه احنا في الخيمه، اجينا عشان نشرب ميه لانه ريقنا نشف من العطش، وان شاء الله لنا الاجر يا رب وفعل الخير يا رب. والله احنا كثير تعبنا صراحه يعني. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك له بعمره هذا المتبرع ويبارك باعمارنا، لانه كمان احنا بنجاهد في سبيل الله زي ما بيحكوا، لانه احنا والله الدال على الخير كفاعله. كل الاحترام، كل الشكر والتقدير للمتبرع من الكويت. احنا حاليا وزعنا ل 16 اسره الحمد لله رب العالمين، ولسه بدنا نكمل. في ناس من اول الحرب ما اكلوا اللحوم نهائيا، يعني قدرنا الحمد لله بسبب هذا فعل الخير انهم يشتروا الاكل اللي نفسهم فيها، اللي مش قادرين نهائيا يشتروها الحمد لله. أين؟ ممكن انهم يشتروها بفضل الله ثم فضل المتبرع. بس طلب صغير منكم، لا تنسوا تعملوا لايك لهذا المقطع، واذا انتم مش مشتركين اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. ولا اي حدا حابب يساعد ويتبرع للنازحين في قطاع غزه، وسيله المساعده فقط بالتواصل على واتساب. ولو احنا تاخرنا عليكم، يعني احنا ممكن نتاخر عن اللي بده يتبرع، ممكن نتاخر اسبوع، وهذا بسبب الشغل اللي انا بشتغله في توزيع المساعدات في الخيمه. انقطاع الانترنت، ما في بطارية في الجوال، بضطر اني اشحن الجوال بالساعتين ثلاث ساعات حتى يفلل واقدر اصور. هاي هي الاسباب اللي بتخليني اتأخر عليكم بالرد، والله يجزيكم الخير يا رب. البنات يا رنا ما تغدوا، كان المفروض انه يتغدوا، ايش رايك؟ بدنا نعمل غدا ولا نكمل؟ بابا نعمل دجاج ورز في دجاج. يا عمري طب ايش رايك كذا نخليه للعشاء؟ اسمع يا بابا، هذا خليه للعشاء، وانا بقول هيك يا جوليا، خلينا اول نكمل للناس، عشان اللي مش قادر يعمل اكل ممكن في هالمية شيكل يقدر يسوي اكل. جوليا سوسو حبيبتي اعملي لاختك اكل. ايش اعمل؟ ابعتوا لها لبن وخليها تتغدى، ماشي حبيبتي؟ هذا ابو الشفايف لانسون وحشيهم اياه برضه بصير لحمه علب. زهقانين العلب، زهقانين. طيب ماشي خلص، ان شاء الله خلينا نخلص يا لانا، وبعدين ماما بتيجي بتعمل لنا احلى اكل. بدنا نسوي بالسلامه يا رب، استودعكم الله. يلا يلا يا رنا، باي. يلا سلام. الله
الله يبارك فيكم وفيه وجزاكم الله كل خير ان شاء الله. الله يجزيكم كل خير. كل الشكر اهلنا في الكويت اللي واقفين معنا في هذه المنحة. الله بفرج عنا وبفرج عن كل امك محمد. يا رب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا في الجنات حسنات. أما الله أعلم في أوضاع غزة وفي حالنا اللي احنا عايشينه ربنا بيعلم فيه. إن شاء الله ربنا يبارك فيك وفي أولادك يا رب. اللهم آمين. الله يجبر بخاطره ويحفظه. بارك الله في المتبرع وإن شاء الله بميزان حسناتكم. سلم عليكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم. الله يجزي المتبرع عنا كل خير والله يكتب من حسناته. الله بارك الله فيك. أنا مرت شهيد استشهد زلمتي في 5/11. وكل الله يا حجة وكل الله. الحمد لله. أنا عندي 4 ولاية. هاي مساعدة مقدمة من الكويت من شخص متبرع حب يساعد النازحين في قطاع غزة. الله جزاهم الله خير جزاهم الله خير جزاهم الله خير. الله يحفظ الكويت وشعبها والله يحفظ المتبرع والله يعطيه الصحة يا رب يحفظ أولاده ويخليده. يعني إحنا بصراحة يعني كنا محتاجين هذا وإحنا في أوضاع يعني صعبة جدا. والحمد لله يعني انه هو قدر يوصل للمصر الناس المحتاجها. بارك الله فيه وجزاه الله خير. الله يوفي كل حسنة عندكم عند ربنا تلقاها عند ربنا. الله يجزيكم كل خير. اللهم امين. تفضلي. الله يجزيكم خير يا رب ويجزي المتبرعين بهذا المبلغ خير. وانهم بتبرعوا عشان يدعموا صمودنا ويدعموا وجودنا في ارض فلسطين ان شاء الله. وإن شاء الله ربنا يبارك لهم في أموالهم في أبنائهم. اللهم آمين. صحتهم يا رب. يا. آمين يا رب العالمين. ربنا يحفظهم يا رب أهل الكويت. الله يحفظه ويحط فيه البركة يا رب. يا رب. يحفظ. بارك الله فيهم أهلنا في الكويت والمتبرع خاصة إنه يعني فقد أهل غزة ووقف معنا في محنتنا هذه وفي وضعنا الصعب والكرب هذا. ونشكر أهل الكويت جميعا. بارك الله فيهم جميعا. الله يما يدي الصحة والعافية وجزاء الله كل خير يا رب. يجعله في ميزان حسناته يا رب. يا رب. تفضل يا فندم. الله يعطيهم الصحة والعافية ويقدرهم على فعل الخير للشعب الفلسطيني الملحوم. يا رب. شكرا لهم يا عم وجزاهم الله كل خير. تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هم طبعا اسرتين موجودين في نفس المكان. تفضل يا فندم بدنا نسمع منك دعوة حلوة. الله ربنا يبعث لهم ويرزقهم ويكفيهم شر اولاد الحرام. اللهم امين يا رب العالمين. ويبيحوا عنا الكفار يا رب. يعطيهم الصحة ويبعث لهم إن شاء الله. اللهم آمين. كثر الله خيرهم. رايح بالكويت ويبعد عنهم البلاء زي ما. يا رب. اللهم آمين. بارك الله في أهل الكويت وبارك الله في المتبرع. يا رب. أنا زوجة شهيد وسلاف استشهدوا مع زوجي والله 4 شهداء في نفس المكان. والحمد لله على كل حال ونشكر من ساعدنا وعطانا المساعدة لأولادي وأنا أم ل7 أطفال وأنا معهم تامنا والحمد لله على هذه المساعدة ونشكركم. بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير. أهل الكويت إن شاء الله دايما تكونوا أهل عطاء معنا يا أهل الكويت وتساعدونا وتوقفوا معنا وتكونوا سند إلنا إن شاء الله. مثل ما سمعتوا يا جماعة هاي الأم معيلة ل8 أفراد بالأسرة وهي زوجة شهيد كان الله بعونها. يعني الشباب دوبهم يدبروا حالهم ورزقتهم لأطفالهم فما بالكم هي. إحنا يعني لو المبلغ كافي والله لأعطيناها كنا أعطيناها بزيادة. فالله يعينها والله يصبرها على ما ابتلاها. طبعا هي كمان عندها بنات صبايا فالله يعينها يا رب. وهم كمان يعني العم بيساعد ابن اخوه بيسنده وبوقف معه ولكن كمان امامهم كمان مستشهدين يعني العيله كلها. نعم. مبادره ما فيش الا هي واولادها. فهي بتستحق فهي بتستحق. كان الله بعونها يا رب. وربنا يجازي كل خير للمتبرع ولكل اهل الكويت. يوه. والله فيكم الخير والله يبارك فيكم يا رب. جزاه الله الخير يكثر الخير عليه ويجعل في ميزان حسناته. يا رب. اللهم بارك الله فيه وجزاه الله كل خير وكثر من امثاله والله يعطيه لمن يرضيه ويكرمه بالعمل الصالح والاهل الكويت جميعا اصلا كمان ويبارك في اعمارهم ويحفظهم من اهل السوء ان شاء الله ويا رب يسترهم في الدنيا وفي الاخره ويحفظهم من الحفيظ بحفظه. شكرا لفاعلين الخير وكل إنسان يتفقد الشعب الفلسطيني. جزاهم الله ألف كل خير عنا وربنا يبارك فيهم ويعطيهم الصحة يا رب ولهم كل الشكر وكل العون وقفتهم جبنا وللكويت ولأمير الكويت أفضل دعوة. الله يجزيه عنا كل خير ويبارك فيه يا رب. الحمد لله رب العالمين يا جماعة
وزعنا في هذا المخيم الجديد ل 45 أسرة. يعني هذا إنجاز عظيم، ولحتى الآن إحنا ما تغدينا، الساعة قريبة على الثلاثة المساء ولحتى الآن ما تغدينا، بس ما شاء الله عليهم، يعني هم جايبين أندومي ومصابين حالهم. أكلته؟ والله. طب يلا عملي لي أحلى قلب وأحلى بوسة للمتبرع من الكويت ولأهل الكويت. القلب الكبوسة حط لك شتوك في كنف عصير جرس وانت حلوين. حلوين أهل الكويت، كل احترام لكم. أوكي. وهلقيت إحنا صار لازم نتغدى يا جماعة. بعد ما نتغدى إن شاء الله راح نكمل إن شاء الله في مخيم تاني، لأنه إحنا لسه ما خلصنا. لا ما بدنا نحكي شو بدنا نتغدر. أي حدا حابب يساعد أهل غزة النازحين في غزة اللي وضعهم سيء يتواصل معنا فقط على الواتساب، مساعدات الناس فقط على الواتساب، ولو إحنا تأخرنا عليكم بالرد إحنا راح نرد عليكم، ولكن ممكن نتأخر عليكم يومين ثلاثة أو أربعة وممكن أسبوع، لأنه ما شاء الله أهل الخير كثيرين والله يبارك فيهم ويزيد من عددهم يا رب. طبعا يا جماعة احنا مش كل المساعدات، مش كل المبادرات اللي احنا بنصورها على حسب المتبرع. في متبرعين بيطلبوا التصوير يكون خاص لهم، ما بدهم سوشيال ميديا او ننشر على اليوتيوب، فلهيك يعني احنا في مبادرات بتجينا مش علنية، بتكون شغل خاص، وربنا يبارك فيكم وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم ويجعلها في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. حاليا الساعة 5:30 المساء وقررنا إن شاء الله نروح نكمل توزيع باقي المساعدات من المتبرع من الكويت. وبدي من سوستي حبيبتي، هي لمة الغسيل، وهي بصراحة اليوم عانت كتير كتير، يعني أغلب الشغل عليها كان. الله يرضى عليها. وجوري إن شاء الله كمان تتعب معنا، هم تنتين ربنا يرضى عنهم. إنت الله يكونوا بعونكم كمان اليوم تعبتي. الحمد لله ربنا إلنا الأجر يا بنتي إن شاء الله في مجال حسناتنا. انتشف كم غسيل وعبيب الشنط وكنسل خيمة ورفيها، وانتبه لأخواتك وأي واحدة تأكل بالطعم. ماشي يا عمري، يلا يعطيكم العافية، استودعناكم لله. يا صللنا تقريبا ربع ساعة بنحاول نركب في سيارة، للأسف ما في سيارات، الأغلب محمد. وهيك احنا وصلنا للمخيم القديم اللي نزحنا منه من حمد ان شاء الله، وحنبلش في اول ناس ان شاء الله. هاي الخيمة، هاي طبعا هدول كلهم كانوا موجودين، هذا السطر هيك كله كان موجود في حمد زي ما احنا طلعنا بالصراخ وبالاصوات وكان الله بعون الناس. يلا خلينا نبلش. يلا هاي مساعدة مقدمة من فاعل خير من الكويت. أنا بتشكر كتير كتير هذا المساعد، يعني وربنا يحمي أهل الكويت وربنا يحفظهم جميعا. شو ما بتمنى من ربه إن شاء الله بنور يا رب. كتر عليه الخير يا رب، اللي أعطانا يلا يرزقه يا رب، يكتر عليه الخير. بارك الله في المتبرع، ربنا يحفظه ويحفظ أهل الكويت. كم أسرة موجودة في المكان هذا؟ أنا أختي تنتين. بارك الله فيه، جزاه كل خير المتبرع. هيدا أسرتين، بارك الله في المتبرع، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم في أهل الكويت، يجزيكم كل خير إن شاء الله يا ربنا. يجب خاطر وقالك فيها، بارك الله فيهم جزاهم كل خير. الله يجبر بخاطر المتبرع زي ما جبر خاطرنا، وبارك الله فيه وشكرا له. يساعدنا المساعدة هذه والله يرزقه ويجبر الله خاطره يا رب، يقلب للكويت كمان. بارك الله فيك، بارك الله في المتبرع، المتبرع ويطول عمره ويعود عليكم دنيا واخره. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، والله يحيي الكويت والله يحفظها ويديمها يا رب. يا رب. بارك الله فيك، بارك الله في المتبرع، بارك الله في الكويت وفي اهل الكويت. جزاكم الله خير وجزاك الله للمتبرع، طال الله في عمرك وان شاء الله في ميزان حسناته، وكل التحيه للكويت. بارك الله فيكم وكثر خيركم، واحنا بنشكر اللي بيساعدوا النازحين وفي حرب، وربنا يفرج علينا يا رب ويتقبل من المتبرع، يتقبل من المتبرع، كثر الله خيره انه بحن على الناس الغلابه. بارك الله في المتبرع، كثر الله خيره. بارك الله في المتبرع وجعله الله في ميزان حسناته، للكويت الشكر. الله يبارك فيه يتقبل حسناته ويعطي الصحه. طبعا هو معيل في ثلاث اسر. شكرا للمتبرع وجزا الله كل خير، وشكرا لك والله يجازيك كل خير ويحط البركه فيك. يعيش الكويت وشعبها يا رب في ميزان حسناته، ويوضع البركه فيه في اولاده وماله يا رب. يجزيه خير الجزاء
وربنا يبارك في ماله وفي عياله. بارك الله فيه، بارك الله فيه، الله يعطيه، بارك الله في أهل الكويت. طال الله بعمر اللي عطانا اياه وان شاء الله بميزان حسناته، وبنشكر الكويت وجزاهم الله كل خير. بارك الله في المتبرع، بارك الله في حسناته، بارك الله فيه، جزاهم الله خيرا، ونشكر اهل الكويت على المساعده والله يحفظهم. شكرا لاهل الكويت ولفاعل الخير اللي قدم المساعده، بارك الله فيك في ميزان حسناته وجزا الله كل خير، ومشكور كثير له ولأهل الكويت جميعا. شكرا لك والله. هاي طبعا لأسرتين. صحيح، هاي لأسرتين. بارك الله فيه، جزا الله كل خير، ربنا هيك يبارك البركة في ماله وعياله. بارك الله فيه وجزاك الله كل خير، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على معروفك ولأهل الكويت ولشعب الكويت، وبارك الله فيكم، شكرا لكم. الحمد لله رب العالمين، قدرنا نوزع 81 أسرة بفضل الله والحمد لله رب العالمين، وربنا يجزيك أخوي المتبرع كل خير ويعوض عليك بمال وبصحة ويعطيك من حيث لا تحتسب. أنت فرحت ناس كتير، عائلات كتير محتاجة لهاي المساعدة، ويجعلها في ميزان حسناتك. تخيلوا يا جماعة، من الساعة 9 الصبح الساعة هلقيتها 8 لتلت المساء، يعني وقت كبير والله مجهود. ان شاء الله بنحتسب هذا اجر عند الله. احنا ما اخذنا ولا حاجه من هاي المساعدات ولا حاجه، حتى المواصلات الحمد لله دفعناها منا، مجهود بذلنا لله عز وجل. ان شاء الله يجزينا خير الجزاء يا رب يا رب. الناس اللي حابه تتبرع للنازحين في قطاع غزه فقط التواصل على الواتساب، وبدنا كمان منكم دعوة حلوة لإلنا على المجهود، على المجهود اللي احنا بنبذله. يعني احنا تركين البنات وهي كنتوا شايفين الجو عتمة، واحنا بقينا نوزع وبنفكر فيهم بالضبط، فاحنا مش متعودين نتركهم زي هيك، مش في منطقتنا بتعرف صحيح حرب وشي زي هيك. نعم، ولكن احنا أمننا جيران، قلنا لهم دير بالكم عليهم. الحمد لله رب العالمين. لا تنسوا تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. وهيك يا جماعة تقريبا وصلنا للمخيم اللي احنا متواجدين فيه. يلا اتاخرنا على البنات، بس رنا طالبه حاجه هيك بارده تشرب. وصلنا الخيمه، راح نشوف رده فعل البنات. اوه كيف شفتينا؟ احنا لسه ها ما وصلناش الخيمه. ايه البنت حكت لك؟ البنت الحق على البنت يكبر، لانه بدنا نصور رده فعلكم. تفاجأت فجيت علي عشان الجو عتمه. ايش اشتقت لك انا؟ اشتقت لك يا قلبوشتي؟ وانت اشتقتي لي؟ قديش اشتقتي لي؟ قد سمك البحر. قد هيتك على البحر انت. حبيبتي اعطيني بوسه. كمان واحده. يلا الله يرضى عليك يا رب، الله يرضى عليها. يلا اعطيني بوسه للمتابعين وقلب. وين جوليا؟ جوجو وينك يا عمري؟ وينك يا حبيبتي؟ ايه جايب لكم حاجه تاكلوها. الله وين، والله اشتقت لكم. احنا اكثر سفارشه. الله يرضى عليها. شوف اشوف 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 اشوف, أشوف. وين يا جوجو حبيبتي؟ جوجو الله يعافيك يا رب، الله يرضى عليكم. كيف كيف في غيابنا؟ بالمره. ايش بالمره يعني؟ حلو كثير. لا طب ايش نسوي؟ ان شاء الله لنا الاجر يا بابا. المهم وزعت المصاري الحمد لله رب العالمين. فرحه الناس يا سلاف لا توصف. خذي هدول طبيهم، خلينا نقعد شويه معاك، وانا اشتقت لكم كثير. واحنا كمان. يلا حبيباتي، في ضيوف باقيين جايين علينا اليوم واحنا مش موجودين. مين يا لانا الضيوف؟ عمتم وليد. عمتم وليد؟ وليد. هدي اختي باقيه جاي علي اليوم. قاعد عندنا وصلت يعني وروح. بتحكي لها حظي يعني انا عشان جاي اسلم عليك. بقول لها والله روح على المخيم تاعك. شايفين؟